خارسة، محمد الخطيب، لؤي أبو غانم، بهاء أبو شريرة، ثنائي الارتكاز مصعب البطاط وبراء أجي في مرمى الظهريان، أحمد أبو نهيان، أربعة أهداف. هذه محاولة متابعة أولى تصويبة بالقدم اليمنى، قدموا أكثر ما عندهم بأن يجلب لهم هذا الكاس. هذه محاولة ظهروية، كرة تصويبة ولكن سهلة تملأ مكانها في الجهة الأخرى. هذه محاولة، يوسف أشرف يعدي، يوسف أشرف يمر، كرة عرضية، ماضي نعم، إرسال كرة، لم يكن هناك أي حالة تسلم، إرسال والمتابع يضطر للعودة عند اللاعب أشرف نعمان. أشرف نعمان يصوب كرة ولكن سهلة، مستقبل كبير ينتظر أولئك اللاعبين. تمريرة بدون عنوان من قبل نيلسون بلتر، الله على الكرة، هذا هو ماهر، ماهر هرب، ماهر يحاول، ماهر يراوغ، الله الله يا ماهر، الكرة على اليسار، ما زالت خطيرا لكن بلال، هاني أبو بلال ارسل كرة عرضية، الله إلى ماهر، راية وتسلل في اللقطة الماضية. عاد جمهور يمر الكرة نحو الجهة اليمنى إلى مؤمن إجبارية، ارسل كرة عرضية، محاولة، كان أبو ناهي ينتظرها بمقصية، صار يوسف الأشهب، إرسال كرة عرضية من يوسف الأشهب، هذه محاولة خطيرة، لاحظ الكرة عرضية مثالية يا يوسف، عرضية من مثالية من يوسف الأشهب، فرصة خطيرة للغاية، أخطر فرصة لشباب الخليل في الشوط الأول. عايد جمهور، كرة طويلة مرتدة سريعة خطيرة نحو اللاعب أحمد أبو ناهي، أحمد يخرج من الكرة، خروج أنس أبو السيف وخطأ واضح، من سيضعها، من سيصوبها، من سيسددها، كرة خطيرة، محاولة من نعمان ولكن أنس أبو السيف تصدى لها ببراعة. هنا تصوبة أشرف نعمان، لاحظ الكرة، صوب الكرة لكن كانت الكرة في وقتها اليمنى. هذه محاولة، ارسال كرة عرضية، تأتي الرأسية والمتابعة لكن الكرة تخرج. قبل ذلك كان هناك فوز لفريق الخضر على يطا وتصويب، يا السلام على الكرة الماضية، رأسيات هل ستكون موجهة نحو المرمى؟ أشرف نعمان يصوب كرة لكن أرادها في المرمى. أليكسيس نصار، أليكسيس يحاول إرسال كرة عرضية خلف المدافعين نحو أحمد أبو ناهي، الله على المرور، استقبال أبو ناهي، الله الله الله, الله يا أبو سيف، الله يا أنس يا أليكسيس، الله على الاستقبال على الكنترول، أبو ناهي في مرة أولى وفي مرة مد عواد، ركلة حرة ثابتة لشباب الخليل، ارسل كرة مقوسة، اوه حمد غنايم في التصويب، التصويبة كانت قوية لكن الكرة كانت بعيدة عن المرمى، لاحظ كل الكرة، فهد العتال والانفعال في الرياضية التي اعتدنا عليها من الفريقين، هذه محاولة، ارسل كرة رأسية متابعة، يا سلام، نشاهد نتفاعل على اللقطة على الأقل، نتفاعل مع مباراة مثيرة أكبر مما نور، ربما سيكون البديل القادم لشباب الخليل. خروج عائد جمهور ودخول بسام أرملي، الله على ماهر، راح ماهر، مر ماهر، مستحيل يا ماهر، ماهر شد ماهر وصوب الكرة لكن عالية، الله يا ولد، الله يا ولد، لاحظ الكرة الماضية، لاحظ الهروب، لاحظ الهروب، أسرع من الجميع، ذهب بسرعة الريح، انطلق بسرعة الريح، لأن المباراة أصبحت الآن صعبة للغاية. هذه محاولة عند أبو ناهي، الله 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 على لقطة، مرة كانت تتهادى، لاحظ الكرة، ليث خروب أرسلها، لاحظ أبو ناهي، يا سلام يا لعيب، ولكن أبعدها محمد الخطيب في الكرة، أبو ناهي لاحظ الكرة، لاحظ القناص خطف الكرة من أمام اللاعب أنس أبو السيف، لكن الكرة كانت ضعيفة يا أبو ناهي، الكرة كانت ضعيفة من أبو ناهي. الحديث مثلا عن يوسف الأشهب وفريق شباب الخليل، هذه محاولة خطيرة، هنا الأول ربما الآن، محمد عواد، لاحظ الكرة الماضية، الله على التمريرة، ما هذه التمريرة الرائعة، لاحظ الكرة، محمد عواد لم يرفع رأسه، لم يرفع رأسه لفريق الظهري إلى مصعب البطاط، كرة خطيرة على اليسار إلى ماهر، ماهر يصوب كرة، اللحظات الأخيرة، لاحظ الكرة، لاحظ ماهر، أي كرة تلعبها يا ماهر، كرات خطيرة من ماهر، شوف محمد حامد صوبها لم يلحق بها اللاعب يحيى عيسى، لذلك انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، لقاء ينتهي
بالتعادل السلبي، وسنذهب وإياكم إلى ركلات الأعصاب. أمام أبو سيف نصار، أمام أبو سيف نصار ويصدها، ضاعت أول تصويبة من أليكسيس نصار. من للظهرية الآن؟ هذه محاولة، ركلة أولى يسجل، يا سلام، الأولى للظهرية يسجلها أحمد ماهر. بالترام، نيلسون بالترام، بالترام ويسجل الركلة الثانية، يسجلها نيلسون بالترام. حمودة، حمودة الخطيب، حمودة ممنوع، توفيق علي يصوب كرة ويسجل، يسجل محمد الخطيب، اصطدمت في يدي على تنفيذ الكرة الثالثة، أو عفوا على أبو صالح، على أبو صالح، على أبو صالح، صوب الكرة ويصدها 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 الظاهرية. محمد عواد مهاجم الظاهرية، محمد عواد ويصدها ويصدها توفيق علي، يصد الركلة الثالثة. الخليل أبو ناهي على الكرة، أبو ناهي ويسجل، أبو ناهي ويسجل الركلة الرابعة. عيسى على تنفيذ الكرة الرابعة، هل ينجح فيها عيسى؟ عيسى ويصدها، لذلك الآن الخامسة، الخامسة من على تنفيذها؟ مصعب البطاط، ويبقى التعادل حاضر. البطاط، البطاط يسجل، يسجل يسجل يسجل، البطاط يعدل النتيجة. الثاني غنايم، حمد غنايم، غنايم يسجل 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 يسجل، حمد غنايم خوفون دائم. لؤي أبو غانم، أبو غانم دخلت، جول 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 دخلت. الكرة عند عدي خروب، عدي خروب، عدي ويسجل ويسجل عدي خروب، لمسها لمسها أنس أبو سيف، لمسها أنس أبو سيف. شباب الظهرية السابعة، هذه محاولة يسجل، نعم يسجل، ممتازة ممتازة ممتازة. أمام أنس أبو سيف إخبارية ويصوب ويسجل، يسجل مؤمن إخبارية، مؤمن إخبارية يسجل التصويبة الثامنة. أمام توفيق عميد مخارزة والثامنة، عميد ويصدها، البطل في النسخة السابعة نادي شباب الخليل، عميد الأندية الفلسطينية، بطلا لبطولة كأس الشهيد أبو عمار في ملعب دورة أمام هذه الجماهير. ألف مبروك لشباب الخليل، هارلك لشباب الظهرية بعد مباراة ماراثونية، مباراة هستيرية في ركلات ترجيحية. نعم من الصعب كنا أن نتوقع من سيكون الفائز بعدما كانت الكفة ترشح الغزلان في ركلات الترجيح، أصبحت البطولة في خزائن العميد. ألف مبروك لشباب الخليل، ألف مبروك لعميد الأندية الفلسطينية. لاحظ الكرة، عميد مخارزة، هارد لك عميد، معلش يا عميد، نعم لاعب صغير في السن ولكن مستقبل كبير ينتظرك عزيزي، هارد لك وألف هارد لك، معلش يا عميد، هارد لك ظهريا، هارد لك غزلان جنوب. ألف مبروك لشباب الخليل التتويج بهذه النسخة، ألف مبروك شباب الخليل يفوز بلقبه الثاني في بطولة كأس الشهيد أبو عمار، ويصبح بنفس الرصيد مع نادي شباب الظهرية بلقبين لكل فريق.